سؤالها الثاني دكتور عن مسألة هل يجوز إعطاء الأموال اللي كانت مرصودة لأداء فريضة الحج إلى الابن لأنه يتزوج وبحاجة إلى هذه الأموال؟ والله أنا أختنا مباسم الكريمة يعني من ترك شيئا لله عوض الله تعالى خيرا منه. حجة الإسلام بالنسبة لها ده ركن الإسلام وشعبة الإيمان. ركن الإسلام للحديث المشهور بني الإسلام على خمس يعرفه كأكثر المسلمين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة بالجر بدل من على بني الإسلام على خمس، بدل خمس شهادتي، فبدل المجرور مجرور، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فإذا كانت هي مستطيعة بدنيا بصحة وعافية ومستطيعة ماليا بوجود المال تؤدي فرض الإسلام، تؤدي فرض الإسلام، لأن ده أمر خاص بها هي. إذا وسع الله تعالى عليها فينبغي أن تستعمل مالها في طاعة الله عز وجل. وفي الحديث إن عبدا صححت له جسمه ووسعت له رزقه تمضي عليه خمسة أعوام ثم لا يفد إلي لا محروم. أعيد، إن عبدا، والعبد هنا يطلق على الذكر والأنثى كما قال تعالى في مريم: إن كل من في السماوات رد إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. إن عبدا صححت له جسمه، يبقى دي الاستطاعة البدنية، ووسعت رزقه تمضي عليه خمسة أعوام خمس سنوات ثم لا يفد إلي، يعني لا يأتي البيت الحرام لمحروم، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في الحديث القدسي. فتؤدي الفريضة، وهي في فريضتها وأدائها لمناسك الحج بين الركن والمقام وعند المقام وعند الملتزم وبين الصفا والمروة وعند زمزم. هذه أماكن ربما تعرضت لها في بعض الحلقات، قلت هناك 15 موضعا استجابوا فيها الدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يعف فرج ابنها وأن يعينه على الزواج، وابنها إذا أراد الزواج لإعفاف نفسه سيعينه الله سبحانه وتعالى ويفتح لها وله بابا من أبواب الرزق، لحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ثلاثة حق على الله عونهم، حديث صحيح، ثلاثة حق على الله عونهم، منهم الناكح. وبالمناسبة كلمة نكاح عندما تذكر في شقي الوحي الكتاب والسنة يقصد بها عقد الزواج. أعيد، كلما وردت كلمة نكاح في الكتاب والسنة فالمقصود بها عقد النكاح، يعني كتب الكتاب، يعني الوثيقة عن الزواج، إلا كلمة واحدة مقصود بها الوطء، وهي قوله تعالى في سورة البقرة: فإن طلقها فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هنا تنكح يعني تطأ زوجا غيره. ففي الحديث يقول ثلاثة حق على الله، على الله، من هذا الذي له حق على الله؟ الله تعالى بفضله وكرمه يعيش الخلق إلى أن يرث الله الأرض من عليها، ومع ذلك قال الرسول حق على الله عونهم، منهم الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. وهذا أيضا أصله في القرآن الكريم، يقول تعالى في سورة النور والآية اللي أذكرها الآن: أصل للمثل، ما في مثل عند شعب من الشعوب إلا وله أصل في كتاب الله، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره. المثل بيقول إيه يا أخت المباسم والمستمعين الكرام والمشاهدين الكرام لهذه القناة المباركة؟ بيقول خذوهم فقراء يغنيهم الله. خذوهم فقراء يغنيهم الله. الزواج باب من أبواب الرزق، الزواج باب من أبواب الرزق. وأهمس في أذن الشباب أن البنت التي تريد أن تتزوج بها هي مقيمة مع أبيها وأمها في حجر أمها وفي حضن أبيها، يرزقها الله سبحانه وتعالى. عندما تتزوج بها الذي كان يرزقها في بيت أبيها سيرزقها في بيتك، ها الذي كان يرزقها في بيت أبيها سيرزقها في بيتك أنت. وما من دابة في الأرض إلا على الله، شوف برضو التعبير، على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وكذلك يقول تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. نرجع بقى لأصل المثل، بيقول إيه قوله تعالى في سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم. الأيام جمع أيم، والأيم هو من لا زوج له. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. اسمع العبارة القرآنية الآتية: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أي نعم.
وبالتالي نكون جمعنا بين الحسنين، اختنا الكريمه مباسم تتوكل على الله وتخرج لفرض الحج اذا تيسرت لها، لانها مطلوبه بان تؤدي فرض الحج بما وسع الله تعالى عليها وبما امكنها واوجد لها الاستطاعه المدنيه والماليه، وربنا سيرزق ابنها ولن يضيعه ابدا بتقواها الله سبحانه وتعالى. وصلاح الاباء والامهات ينفع الذريه، صلاح الاباء والامهات ينفع الذريه. اقرا في سوره الكهف، وبالمناسبه نذكر بقصه كافر من مغرب الخميس الأمير الجمعة، يقول تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نعم.